من أجل تعريف مستجدات قانون المالية باعتباره البرنامج السنوي الذي تهدف من خلاله الحكومة بشكل مباشر إلى تحديد مدى قدرتها على الإنفاق على قطاعات مختلفة ولوضع الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية. طبعا نحن أولا نشرح لكم شنو هي المدة المهنية المحاسبة التمديد. المدة المهنية هي واحد هيئة منظمة اللي كتنظم القطاع ديال المحاسبة، يعني انه ماشي اي واحد من المفروض يمارس المهنة ديال المحاسب، باش نعطيو تطمينات الاخوان ديال المنتسبين للغرفة والمقاولين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بانه مهنة المحاسبة اصبحت منظمة بقانون، قانون 127/12 هو واحد الاطار تنظيمي اللي كنظم، يعني مفروض وممنوع على اي واحد انه اللي ما كينظمش اللي كينتم هذه انه يمارس هذه الهوايات. هذه الأدمينة هذه علاش جابتها جابوا التشريع وجات الدولة وحتى جماعة الأنهار باش تعطي تطمينات للمستثمرين والشركات والدولة كذلك على أنه راه جميع الحسابات والليبيرون ديالهم والتقارير ديالهم في أية أمينة. من هذا المنطلق خرجت هذا 127/12 اللي خلقينا المدة المهنية للمحاسبين الأجانب. وممكن أساسا في تقرير التقرير العام للنموذج التنموي الجديد أمام بين أنظار صاحب جلالة نصر الله، وما طبع السنتين الماضيتين خصوصا من انعكاسات على الصعيد الوطني والدولي، انعكاسات هذه الناجمة عن جائحة كوفيد، وتتميز هذه السنة أيضا بمواصلة تنزيل المشروع المالكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة. بصفة مختصرة سيقوم السيد عثمان الشنقي رئيس قطاع المهنيين بجبهة المهنيين بأسفي بالعرض أمام حضراتكم أهم المقتضيات الجبهية للقانون المالي 2022. منير الخليفي رئيس المصلحة الإقليمية للضرائب بأسافي التابعة للمديرية الجهوية للضرائب مراكش. كنت سعيد كما هي العادة أن أشارك تمثيلا للمديرية للضرائب في هذا اللقاء التواصلي مع منتسبي الغرفة ديال الصناعة والتجارة بحضور شركائنا المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب، وذلك في إطار التواصل وإخبار المنتسبين وعموم المواطنين بالمستجدات القانونية التي جاء بها قانون المالية 2022. كانت مناسبة لإعطاء أولا صورة على السياق المهم والسياق الاقتصادي والاجتماعي اللي جات فيه هذا القانون المالي 2022. المعطيات ديال السياق كتمثل أساسا في تنزيل النموذج التنموي الجديد والعرض ديالو أمام أنظار صاحب الجلالة الله ينصرو. المعطى الثاني الانعكاسات الناجمة على أزمة كوفيد 2019 على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، واللي عندها انعكاسات على الاقتصاد الوطني وعلى المحيط الاجتماعي. وكاين معطى آخر اللي هو الرغبة ديال الحكومة في إطار تنزيل الأوراش الملكية
بتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة قاطبة. اليوم المنظمه المهنيه المحاسبه تمنجين مشاركه مع غرفه الاتصال والصناعه والخدمات ديال اسفي فرع اسفي والمديريه الجهويه للضرائب نلتقاو حول موضوع مسدد القوانين الماليه 2022. كانت فرصه باش نعرضوا امام المنتسبين ديال الغرفه والمستثمرين والشركاء ديال الاقتصاديين ديال مدينه اسفي مسددات الماليه 2020 اللي جات من طبيعه الحال كتدعيم او تنزيل القانون او القانون الماليه في قانون الاطار 19 اللي هو كيهم قانون الاطار الضريبي. وكذلك كانت فرصه اننا نساعدوا الاخوان في مدينه اسفي مقترح ديالهم لمشروع قانون الماليه 2023. وايضا كانت مناسبه اننا نلتقيو مع المنتسبين اللي نشرح لهم فيما يخص التغطية الاجتماعية وتوسيعها على الفئات الاجتماعية المستهدفة ومساهمة مشتركية موحدة للـ CPE. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.